السلام عليكم شباب، شو اسمك؟ طاكلر. اليوم جايب لكم باكجات، يعني بفجر شوي 200,000 او 100,000 زي كذا. ف انكم كلكم طلاب تكفى نزل باكجات من زمان ساحب، ترى من تشكيله الموسم وانت ساحب، تشكيله السنه مو الموسم، تشكيله السنه وانت ساحب. فالحين راح شو اسوي؟ راح افجر باكجات بالباكج ذا الاخضر اللي ب 15,000. ممكن يطلع لي احد، ممكن يطلع حظي شوي كويس، فراح نفك بقليل يعني مو بمره. فاتمنى اذا المقطع تسوي لي فولو بحساباتي تشوفونها قدامكم اللي هنا سناب شات تويتر ايش اللي نشوف قدامكم، وتضغط زر لايك بدايه المقطع وتشترك وقائمكم يشترك، خلاص ما بقى شيء 100,000. فيلا خلونا الحين نبدا. طيب بسم الله، والباكج الاول طلال تكفى فجر باكجات. نشوف الباكج الاول، هل هو زين، هل هو خايس، هل هو بايخ؟ نشوف 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 الباكج الاول. الباكج الاول الباكج الاول اكس قسم. لاعب اخضر لاعب اخضر لاعب اخضر، يا سلام يا الله، ايش الحظ يا عيال؟ صح انه لاعب عادي ممكن، لكن ايش الحظ؟ اول باكج يا عيال يعني قسم بالله من زمان ما فتحت باكجات، يا الله لاعب اخضر لاعب اخضر، لو انه لاعب قوي كان فرحت ونطيت فرحه. لاعب اخضر من اول باكج، يا الله المقطع بيجي. سلام 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 سلام، وش هو؟ هجوم هجوم صار 83 وعادي، لكنه لاعب اخضر لاعب اخضر يا حبيبي، حطه بالنادي حطه بالنادي. الحين تقول مفبركه، ترى مو مفبركه شيء، تشوف حسابي تشوف كل شيء قدامك، والباقي تسوي كسل فتشوف يده شغاله كل شيء. الباكج الثاني، يا رب يا رب، انا ابغى لاعب اخضر، ابي لاعب كويس بس. يا الله الباكج الثاني، الباكج الثاني مين 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 اكس مين؟ لا لا عادي، كله كله عاديين كله عاديين. والباكج اللي بعده يا حبيبي، الباكج اللي بعده مين؟ من اللي بيطلع لي؟ انا ابغى زلاتان، وانا هذا زلاتان ذي؟ انا ابغى زلاتان، ابغى زلاتان مين؟ ولا لعب كويس، مشي يا حبيبي. الباكج اللي بعده مين؟ مين يا حبيبي؟ مين؟ مين؟ يلا مثل ما طلعت اللعب اخضر، نضغط اخضر ثاني، اخضر ثاني. يا حبيبي وش ذا الفرنسي ازعجنا؟ هو نفسه؟ والله نتوقع انه هو نفسه، ازعج امنا. الباكج اللي بعد، يلا يا رب. هذا الباكج عندي احساس انه بيطلع لي شيء جامد. ميسي كريستيانو ميسي من ميسي، يلا رونالدو رونالدو. اوكي اوكي شيء كويس، كوكسل هذا الكويس شوف انا. والباكج اللي بعده الحين، يلا يا رب يلا يا رب، مثل ما بديتها انا، يلا يا رب مثل ما يعني اعطيه يعني اول باكج كويس، ابغى هذا اخر باكج اخليه ويطلع كويس. لا لازم كويس، لازم كويس ولا ما في. الباكج اللي بعده يقول عندي احساس ان هذا الدون او ميسي او كريستيانو زي ذولا، يعني احس كذا عندي احساس مين بس مين، او ميسي وكريستيانو الدون نفس الشيء قلنا. من طلع لي؟ طيب طلع لي لاعب يعني ما ادري ايش يبغى الصراحه، يعني كلهم عاديين يعني. والحين الباكج اللي بعده، يلا يلا عطنا عطنا ميسي عطنا كريستيانو، لا لا نبغى 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 ابرا، لا نبغى ريبري ريبري، ايش رايكم؟ يلا يلا ريبري يا حبيبي. ايش الحظ؟ الحظ ما ادري ايش يبي، حتى اخذ اللي طلع لي ما ادري ايش يبغى بعد. يلا الحمد لله كل حال، يا رب لاعب كويس يا رب لاعب كويس يا رب لاعب كويس يا رب. بالخشم 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 بالخشم، اقل لاعب كيها من موتا مويا، منو منو ذا مويا اللي طلع لي عيال؟ مويا 86 ايش ابغاه؟ شوف عندي احساس ان هذا الاصبع الصغير هذا احسه بيطلع لي باكيج، يعني بيطلع باكيج خرافي. يلا اكس 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 اكس، ماشي ما ابي باكج خرافي، لاعب 82 يعني مع انك 82 لكن برضه ما احسه خرافي يعني. الباكج اللي بعده بس، يلا يا رب. انا عندي احساس ان هذا ميسي، ما ادري ليش انا ما يطلع لي ميسي، ما يطلع لي ميسي ولا يطلع لي كريستيانو ولا زلاتان ولا ريفري ولا روبن، هذول ما يطلعوا لي ابد 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 ابد. فعندي احساس انهم بيطلعون الحين، لا والله ما يطلعون، ليش؟ حالفين ما يطلعون اصلا، طلع لي شورلي شورلي، يا سلام سلام، والله انا كويس والله، يعني مو بخايس لكن كويس اشوف انا. الباكج اللي بعده، هذا اللي يقول طلال نزل باكجات نزل باكجات، شفت حظي؟ طيب يلا عشان شفت حظي هذا عطني لايك، لايك ابغى اللايك هذا، اللايك الحين سوي لايك عشان اتحمس انزل باكجات بعد. مين؟ اي ابغى اتحمس انزل باكجات، يرحم لي امكم لايك. واكل مقطع الحين اضغط لايك ها؟ يا سلام عندي ذا. الباكج اللي بعده، لا اصبر. الحين الباكج اللي بعده، يلا. مين 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 مين؟ يلا ها طلع لي ميسي كريستيانو، لا ما ابغى ما ابغى، ابغى لاعب عادي، تكفى تكفى ابغى لاعب عادي، ما ابغى لاعب قوي. اي شكرا شكرا لك، يعني هذا شيء عادي يعني شو مت... يعني بودلسكي ما ادري ايش يبيبه يعني، هذا الحظ يعني.
خلاص هذا اخر باكج راح افكه، الباقي راح اخليه ليصيركم فيه تشكيله جامده كذا رخيصه، الناس كثير طلبوني كلهم، فهذا راح اخليه اخر باكج. اخر باكج بسم الله، اخر باكج عندي احساس انه بيطلع لي لاعب قوي، هذا احساسي. يا رب يا رب يا رب يا رب يعني مشكلة ان اخر باكج طلع لي سيلفر فضي، اخر باكج فضي. اوه البغاء، انا ايش اقول؟ خلاص 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 خلاص، كيف اليد تفد حلو صار. المهم بس لك عندي، اتمنى عجبكم طال رضاكم، لا تنسون عيال نهاية المقطع تضغط زر لايك راح تحمسني انزل باكجات اكثر. تشكيلات ان شاء الله ما راح توقف، يحسبون الناس اني راح اوقف، لا باذن الله انه ما راح توقف. وكان معكم طاكيلر، تعاني بسناب تويتر اي شيء تعاني تبغى تسمعي شيء، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله اذا ما رحت مكان سافرت زي كذا نشوفكم في المعرض، في معرض 24 سبتمبر او ديسمبر أو مارس 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 او ما ادري الزبده ما ادري وش هو الزبده، في معرض قريب في العطله، فاتمنى اشوفكم هناك ان شاء الله اذا ما سافرت انا. وكان معكم طارق، لايك اشتراك كومنت كل شيء كل شيء كويس يعني، مع السلامه، جود باي.